ليلة القدر يؤديها الإنسان في بيته كما يؤديها في المسجد، فهو يؤديها في البيت، لأن الأرض كلها مسجد. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. من الخواص ديال هذه الأمة والخواص ديال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأرض جعلها لي الله تبارك وتعالى كاملة مسجد، يعني في المصليتي كيتسمى مسجد هذاك. فنصليو ليلة القدر ونحيوها مع الوليدات ديالنا، نحيوها بالذكر، بقراءة القرآن، بالتدارس، بالسيرة النبوية، ونقرأ كيف نزل القرآن من السماء، وكيف نزل من اللوح المحفوظ ثم نزل إلى السماء ثم نزل يعني على الصحابة، وندبر كلام الله تبارك وتعالى. فهذه ليلة القدر يعني تكون جميلة جدا. الله يوفقنا وإياكم إليها. الحمد لله رب العالمين.